السعودية تبدأ أكبر حملة تطعيم ضد كورونا، اختراق شبكات للحكومة الأمريكية وأصابع الاتهام تتجه نحو روسيا، جيران ترامب في فلوريدا يمنعونه من الإقامة بمنتجعه الخاص. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. بدأت السعودية المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا بشكل مجاني. تستهدف الحملة الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاماً والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى. وفي خطوة لافتة لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح، تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيع الجرعة الأولى من اللقاح، معتبراً أن انطلاق التطعيم في المملكة بداية لانفراج في أزمة الوباء. في خطوة أثارت مخاوف واشنطن بشكل مقلق، أكدت الحكومة الأمريكية تعرض شبكات تابعة لها إلى حملة تسلل إلكتروني، وصفة إياها بأنها كبيرة ومستمرة. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن متسللين يعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلي في وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، فيما فتح مكتب التحقيقات الاتحادي والأمن السيبراني تحقيقاً واسعاً لتحديد الجهات المسؤولة عن التهديد وملاحقتها. فيما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمغادرة البيت الأبيض، قال عدد من جيرانه في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا إن ترامب ممنوع قانوناً من الإقامة في منتجعه الخاص بشكل دائماً بعد مغادرة كرسي الرئاسة. وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي بالم بيتش حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، فقد تسلح جيران ترامب باتفاق وقع عليه الأخير عام 1993 لتحويل منتجعه إلى ناد خاص منع بموجبه من استخدام منشأته كمقر إقامة دائم. في مفاجأة صادمة، حذر خبراء من أن جزيئات بلاستيكية صغيرة تنبعث من الطابعات ثلاثية الأبعاد يمكن أن تسبب السرطان وتلفاً في الرئة، خصوصاً لدى الأطفال دون سن 9. باحثون أمريكيون أكدوا أن عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تستغرق ساعات ينبعث منها جسيمات ومنتجات كيميائية ثانوية لتنتشر في البيئة المحيطة وتشكل مخاطر صحية غير متوقعة.